طرف 25 مللي، 20 سنتي، ما نعمل طرفين. نمشي بهذا الشكل، نعمل عقدة بهذا الشكل، فردان يعني واحد هون واحد هون. بلش بالفرد اللي تحت، نلك على اللي فوق، 5 6 7 قد ما بدنا، هي 5 كافي. بهذا الشكل المقطع الزايد هون. جبنا هون متر ونص، 45 مللي، هنجي بهذا الشكل. نربط طرفين تعاليك، هذا الشكل المقطع الزيت. يتأكد انه يكون السنارة هيك، لانه احنا نحط التقال من تاني ما بتصير بهالشكل هذا، فحتبطل انه تلك على الخيطة نحن ونزلين بالماي، بطل تلك على الخيط. طيب هلأ شو بعمل من هون؟ بجيب الفرد التاني تقولي، كمان تأكد انه اعمله بنفس الاتجاه اللي هو هيك مثل ما عملت هيك. شكل. خلينا نعمل بعد طرف ثالث. انا عملت الخيط الاساسي 40 من الملي، والطرف 25 فلورو كربون، خاصة للسمك الصغير، وبأنه هلأ موسم مش كثير، فيش عنا سمك كثير بهلأ، ونعمل 25 من الملي فلورو كربون ببطل يبين. فبتطمئن السمكة اوقات بس تشوف الطعم. كل ما كان طرف رفيع كل ما افضل للصيد، كرمال السمكة بتطمئن اكتر. جبت تقال، هي ربطة بتعرفوها، خليني اربط قدامكم ربطة للتقال منيحة. فوتنا أول مرة، نعاود نفوت من تاني مرة من هون بهالشكل. نعاود نجي لهون، نعمل عقدة فيه، بنلف حواليها بقلبها 3 مرات، بهذا الشكل بنشد الخيط عليه. فإذا صار عندنا هالشكل هذا، عقدة قوية بنجيبها هيك بهذا الشكل، وبنعمل عقدة لنربطها لنعلقها السنارة، بنعملها من فوق بهذا الشكل. 1 2 3 بهذا الشكل. نفتح الباك اب من هون، بنبلش نحطها هيك تحت كتفنا، بنكمشها من هون، بلش نسحب الطرف، عفوا بنبلش نسحب حلقات طاولتنا على نفس الاتجاه، يعني يكونوا جالسين بهالشكل. نتأكد فتحناها وشدينا مزبوط بالفتحة. طبعا نحن عم نعطي هون درس للمتبقين، متبقين الصيد، نعلق بهذا الشكل.
وهيك بكون سمارتنا جاهزة انها تنزل على المي. فاذا شو صار عنا؟ تحت تقال، فوق منه ثلاث سنانير، ثلاث اطراف، فوق منها الحبسة تاعتنا، صنارة، وجاهزين لانه نطعم ونرمي البحر. وان شاء الله الله بيرزقنا. بنشوفكم فيديو تاني باذن الله. كان معكم مهدي جابر من قناة بروفيشن.